المهم احكي لي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا. اتفضل. احنا نزلنا مأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطه بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي، واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير. تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا من المرحوم رفاعي، دخلنا زوق ضلمه كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور، السور بتاع البيت لمؤاخذه يعني، وننط جوه لحد ما بقيه الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. كان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه، بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل، يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. قلت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك وفي كل حاجه. وبعدين بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه، مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله. وانت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زلاتي. وبعدين قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها، عرفت انه قابل وجه كريم. قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه. الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككحل لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعالى انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخفف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي. وبعدين المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبنجه وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لمؤاخذه في ايده راح ضربني بالنار. سحت في دمي وهو جاري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي. وبعدين بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه هربوا. ولاد الحرام في رجاله كتير هربت يا باشا. هم ولاد الحرام صحيح هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذه سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمه رفاعي مع سابهم وهجيبهم واخد طاري منهم واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبه لي ايه؟ كان اكتر من اخويا الله يرحمك رفاعي. الله يرحمه. الحمد لله على السلامه يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. والله البيت كان مظلم من غيرك. انا افتكرتك هتقعدي مع سامح شويه. اكتر من كده يا دوبك يا بنتي. انا من ساعه ما خلصت العمره وانا قلت يا دوبك بقى انا عايزه انزل مصر وحشتني قوي. وبعدين كمان ما يصحش اسيبك في الظروف اللي زي دي. ظروف؟ ظروف ايه؟ بسم النبي حارس وسليم. واحنا مالنا امال سليم؟ مش هرب؟ اضمن منين انا بقى انه ما يتعرض لكيش؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ ما هو مجرم. اولا سليم مش مجرم، ثانيا مش معنى ان انت مش بتحبيه انك تصدقي عنه اي حاجه تتقال. الناس كلها بتقول كده مش انا، ان هو مجرم وقتل قتله كمان. كذب وظلم بقى. انت عايزاني اكذب كل الناس واصدق ابن ناديه؟ والله يا فريده ده لو كان ساحر لك ما هتدافعي عنه بالطريقه دي. يا ماما يا ماما انت عشرتي سليم ومربياه من وهو صغير، ما ينفعش تصدقي ان هو يعمل حاجه زي كده. ولما هو بريء ومظلوم هرب ليه؟ علشان ما كانش عنده حل تاني. ولا انت عايزاه يقف يتفرج على نفسه لحد ما حبل المشنقه يتلف حوالين رقبته؟ فريده هو المخفي ده كلمك؟ لا طبعا. امال انت جبتي الكلام ده منين؟ من جوايا يا ماما، من نفسي، من عشرتي لسليم ومعرفتي بيه، من الايام والسنين من واحنا صغيرين لحد ما كبرنا مع بعض، من الخير اللي ساعدنا بيه مامته انا وهو، من جمايله اللي مغرقه الكبير قبل الصغير، واولهم احنا. سامح اخوكي عنده حق، احنا فعلا ما ينفعش نسيبك لوحدك اكتر من كده. تفتكر يا ست اللواء ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدفه؟
يعني صدفة إن رفاعي هو الوحيد اللي يموت من الرجالة في الحملة دي، وإن زنات يبقى موجود برضه صدفة. ده واد كذاب وملاوع، كذاب وملاوع وبتاع تلات ورقات. فاكر يا ست اللواء؟ فاكر زمان يا ست اللواء لما كنت بتقول لي يكاد المريب ان يقول خذوني اهو الواد ده؟ لا وإيه؟ كلمة متستف قوي. بس تفتكر يا ست اللواء انهم هما اللي بيعملوا كل الحاجات دي وبيرموها على سليم عشان يداروا على حاجات تانية ويترمخوا على الموضوع كله ويلبسوها في الآخر لسليم؟ عارف عارف يا ست اللواء، أنا أحيانا بسرح بذهني كده وبتخيل إن سليم هو اللي بيقتل كل الشهود اللي شاهدوا ضده، بس اكتشفت إن ده فيلم هندي مش راكبة يعني معايا. ده احنا مستنيين النيابة والطب الشرعي اللي انا متأكد انهم مش هيجيبوا اي نتيجة ايجابية. عارف يا ست اللواء، انا ايه اللي سخنني قوي على سليم وخليني مصر ان اقبض عليه واقدمه للمحاكمة؟ انا شايف انه شبه اللي ظلمك زمان، لكن بعد ما اتأكدت انه مظلوم قررت احط ايدي في ايده وافضل معاه لحد ما اثبت براءته، عشان اللي حصل لك زمان ما يحصلش لاي حد تاني. خير. ايه اللي في ايدك ده؟ ابدا، ده انا جايبه لمهند الجورنان. جورنان؟ الست ام هند لو ما جبتلهاش الجورنان كل يوم الصبح تطين عيشتي، اصلها بتحب النظافه زي عينيها، لازم كده تفرش الجورنان تحت الاكل في الثلاث طقات. ماشي، تبات الجورنان ادولها. لا ما اقدرش، ما انا بقول لك تطين عيشتي. يا ستي ما تخافيش، هات انا ادولها، ما تقلقيش، روحي انت. انت متسلط عليا ولا ايه؟ جرى ايه يا حاج؟ ما تهدى شويه، احنا في المكتب. انت مش سامع كلامه انا جد؟ ايه؟ انتوا فاكرين اني سفاح ولا قتل وقتل؟ معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا عم الحاج، ده انت سيدي الناس. شوف الواد وبروده. لازمتها ايه السخونيه بس يا عم الحاج؟ وبعدين انا مش عارف سعادتك زعلان ليه يعني؟ لو حد المفروض يزعل يبقى انا يا حاج. انا اللي خسرت صاحب عمري بسبب ورطتي معاكوا يا حاج. نعم يا اخويا. خسرته. ليه؟ مات لوحده اياك. ده لا مؤاخذة ما ماتش لوحده يا حاج، بس أنا بسبب ورطتي معاكوا عشان تحموا تامر بيه لا مؤاخذة عملت اللي محدش في الدنيا يقدر يعمله. أنت هتعد عليا يا جمال ياض بالمصايب اللي عملتها؟ هو ده اللي كان ناقص يا حاج. زناتي ما يقصدش، هو احنا في بينا جمايل برضه؟ لا لا مؤاخذة يا متر، مفيش جمال بس في بينا حسابات، والمثل بيقول لو كنت اخواتي اتحاسبوا. أنا وصلني نص مليون جنيه، فاضل لي نص، وأظن كده ما فاضلش حاجة. رفاع وتايسون الله يرحمه، وسليم هربان ومتورط في القضيه وما عندوش خرم ابره،
يبقى كده ما فضلش غير احنا الاربعه، انا سعادتك والحاج لطفي وحماد بيه. انا اللي عندي خلص كده، فاضل اللي عندكم لا مؤاخذه. هات الموبايل اللي عليه الفيديو وخد بيد حسابك وانفضها سيره. لا لا مؤاخذه يا عم الحاج، الا الموبايل. الموبايل ده هيفضل في حضني لحد ما اقابل وجه كريم. ده الضمانه الوحيده ان سعادتك الشيطان ما يلعبش في دماغك وتسلمني وتقول اخلص منه من قرف. عيب كده يا زناتي، واحنا برضو ممكن نعمل معاك كده يا ابني. وما تعملوش كده ليه يا متر لا مؤاخذه؟ عشان تقطعوا عرق وتسيحوا دم. انا شايف في رقبتي روحين، وعارف لما اظن نفر مننا لما يخاف ممكن يعمل ايه. احنا كده الليله خلصت، اخد فلوسي ولا مؤاخذه ابو الحاج يعزلنا على اكل الكباب وكفته ونيفه كده، بمناسبه ان الليله السوداء دي خلصت. امين. ماشي يا زناتي، وفوق الكباب والكفته والنيفه لحمه راس. يدوم عزك يا حاج. قتلوا الفاعي يا ولاد الكلب. هد نفسك يا بيبا، خلاص هي كده كده باظت. حاسس اني بجري ورا شياطين، كل ما امسك خيط يقطعوه يقفوا يتفرجوا عليا ويضحكوا. واحد الله يا بيه، ربنا اكبر من كل دول، وايده مع المظلوم. لا اله الا الله، زلاتي هو اللي قتل الفاعي. يا نهار اسود، ازاي؟ مش انت بتقول انهم اصحاب الروح بالروح؟ زلاتي ملوش صاحب، ده عيل وسخ. مش بعيد كمان هو اللي كان قتل تايسون، حتى لو مش هو اللي قتل اكيد سلم له تجار السلاح اللي كانوا رايحين يجيبوه. لا حول ولا قوة الا بالله، هو نصيبنا كده وخلاص؟ لا يا ابراهيم، مش نصيبنا ان احنا نفضل هربانين زي المطاريد ولا نندب زي الولايه. طب والعمل يا بيه؟ حد امي ما هيسيبه. والله كان وحشني اكلك يا ماما. يا بكاشه، انت عارفه امك برضو بتاكل من الكلام ده؟ ده مين اللي حماته وبتحبه؟ قصدك مين السخيف اللي جاي لنا على الغدا؟ مساء الخير يا نسا فريده. يا ترى ممكن اخد من وقتك خمس دقايق بس؟ مين يا فريده؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافله على حد، بس هروح احرك العربيه واجي على طول. انا اسف جدا يا نيسه فريده، ما كنتش اعرف ان والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجاله حضرتك اللي ماشيه ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش اني رحت اجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقه بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نساني. خير يا صلاح بيه؟ ابدا، انا بس مندهش، انت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟ وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصد يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام، اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريده. امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريده، انا جاي عشان ابلغك رساله تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رساله. فريدة، أنا متأكد إنك بتتصلي بيه. طالما بتتصلي بيه يعني عارفة مكانه. أنا عاوزك توصلي له رسالة، تقولي له إن إحنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءة ولو جزئياً. اقنعيه بإنه يجي ويسلم نفسه، وقولي له إن هقف جنبه وأحط إيدي في إيده لحد ما أثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده أنا مش عارف أعمل له حاجة. قولي له صلاح الدوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل وراه لحد ما اجيب وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. عن اذنك. الواد زي ما يكون مصدق لقى حد يتكلم معاه. من ساعة ما صورت معاه بيكلمني كتير جدا، تقريبا كل يوم بيكلمني يعني. على فكرة بقى، تامر أبو المجد ده زيه زي زياد بالظبط، هما الاثنين ضحية للظلم والافتراء اللي احنا عايشين فيه. عندك حق على فكرة. أنت عارفة أنا هناك أنا قابلت ناس كتير جدا، ولاحظت حاجة غريبة أوي.
مش تايسون ده كان ديلر وبلطجي وما كانش حد طايقه؟ سبحان الله، اول ما عرفوا ان سليم الانصاري هو اللي قتله كلهم اتعاطفوا مع القضيه وبقى صعبان عليهم. حتى تايسون هو برضو كمان ضحيه للظلم. عارف يا رامي لو كان في عدل تايسون ده كان بقى حاجه مختلفه تماما خالص. كلنا بندفع الثمن بس كل واحد بيدفع بطريقه مختلفه تماما عن التاني. انا بجد يا جميله مش عارف ليه مصر معوضه بالاشكال دي. احنا بتخيل يعني لو مصر مفيش حد يعني زي سليم الانصاري الاشكال دي تخيل شكلنا هيكون عامل ازاي. تخيل احنا هنبقى اعظم بلد في الدنيا. مصر عظيمه بيك يا رامي وهتفضل ان شاء الله عظيمه طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض وخايفين على بعض وواقفين في وش سليم الانصاري واللي زيه دول. ربنا معانا ان شاء الله. الواد محمود عمال اكلمه اكتر من 10 مرات ما بيردش. تامر في ايه يا عم؟ بكلم الواد محمود ما بيردش. معلو امه ما رد يا شادي. هو انت بتكلم محمود الخطيب يا جدع؟ يا عم مالك قافش عليا كده ليه؟ ما تظبط. مش طايق نفسي يا عم. انا على اخر الزمن اخد عيل سيس زي رامي ده اقعد اشتكي وادلعه ولا كانه امه. امسك. وبعدين انت زعلان كده ليه؟ وانت طول عمرك حنان حنيت الام. ومفيش احسن من لبن الام. هنستظرف دمنا بقى. هات يلا الجوينت ده خساره في امك. على النعمه يا شيرين انت بتستحمل على تم على الواد رامي ده. بالك انت اللي سيبته عليك هتفك من بعضك كده ومش نعرف نجمعك تاني. تعاير رترات ورغاي ويقعد يلوك زي المكنه كده ما بيفصلش. معلش يا ضنايا. اللي اللي رماك على المر. وبعدين انت ليك اكل ولا بحلقه؟ ما الواد مصيدك على النت ولا كانك جيفارا. قول لي صحيح يا شيرين. وانا شبه جيفارا ده فعلا؟ وريني كده. لا شنبك شبه. والله واحده صاحبتي قالت لي حكايه الشنب ده. هي قول يا تامر هو انت تعرف مين جيفارا ده؟ طبعا الممثل الاسمراني اللي هو كان مع شاروخان في الفيلم الاخير. شاروخان؟ انت غبي هفهمها لك ازاي؟ طب انا هجيبها لك بطريقتك. جيفارا ده حد متصيد عمهم بتاع الثورجيه. عرفته يا اللي هو شبه بوب مارلي ده. عم انا اصلا ناقص صيت. ده انا تامر لطفي عبد المجدي هذا اللي سيته جايب من الجياره للعمرانيه لاخر شارع العرب. استنى الو ازيك يا حبيبتي عامل ايه؟ في البيت معايا شادي. شادي انتيم يا بنتي ما انا حكيت لك عنه 50 مره. تعالي وماله؟ لا يزعل من ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش شادي. شادي ده شاب متفاهم ومتعاون ومتزوج. ده عمهم بتاع الثورجيه. هو اصلا عنده مشوار مهم لسه كان بيقول لي. مش انت يا ابني عندك مشوار مستعجل؟ لا انا لا يا حبيبتي معاكي. طيب مستنيكي. ماشي يا زلابي يلا ما تتاخريش. سلام. انطر يا ابن الظريف عشان في ناس جايه لي. لا انطر انت انا مستني الزلابيه. طب والله ده شيء يسعدني حبيبي. استنى انت بقى الزلابيه وانا ابعت اجيب لك انجل تخدم عليكم. هو الباب الرمادي ده باب الخروج صح؟ هو يا فق. كل زلابيه كتير. ماشي. السلام عليكم. الو ايوه يا هدى انا فريده خطيبه سليم انصاري. الحمد لله. بقول لك ايه ركز معايا كويس قوي عايزك في حاجه مهمه قوي. لا يا ست الكل ما تحمليش هم انا اعرف اتصرف ان شاء الله. تمام بس ليه طلب عند سعادتك يعني بكره ان شاء الله اتصل عليا وانا هجيب لك الرد باذنك يا رب ان شاء الله. مع السلامه يا ست الكل. مع الف سلامه. مع السلامه. مين دي ست الكل؟ مين اللي هترد عليها بكره؟ وهترد عليها تقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ انت بتلعب بدلك يا حوده؟ عايزه ايه يا هيام؟ ده ايه اللي انا هلعب بيه؟ يا ست انا متجوزك. ده اللي اتقطع خلاص. ما تكونيش في الكلام يا حوده. مين اللي كنت بتسبلها في التليفون دي؟ اغير واتكل على الله وانزل. تنزل كده عيني عينك رايح تقابلها كده قدامي عادي كده يا حوده؟ لا مش عادي. وانا بغير هدومي هفهمك انا عايز ايه وهعمل ايه. ماشي السلام عليكم. ماشي يا حوده بس اعمل حسابك بقى لعلمك مش هتعرف تكون بكلمتين زي كل مره عشان انا المره دي زي ما بيقولوا ماسكك متلبس. روق كده يا سليم بيه ما تشيلش هم. سيبها على الله وبكره تروق ان شاء الله.
لمؤاخذه يعني رغم العكه اللي انت فيها، لكن والله مرحوم يا بيه. انا مش عارف اعمل ايه يا بيه، ده انا ورايا هم ما يتلم يا بيه. بس هقول ايه، ده قدر وسايبها على الله عشان ما تقهرش. انت يعني يا بيه على الاقل اهلك ناس كبارات ويقفوا في ظهرك، مش محتاجين منك حاجه. انما انا وقعتي سودة يا بيه، ده انا ورايا كوم لحم ولاية يا بيه، من اصغر عيلة قد كده لاكبر واحده فيهم ما يعرفوش اي حاجه عن الدنيا. بس هعمل ايه يا بيه؟ بقول بقى ده قدرنا كده وسايبهم امانه في ايد ربنا. عارف يا سليم بيه لو مؤاخذه يعني انت ناقصك ايه؟ شويه ايمان وتسيبها على ربنا. يا رب ابراهيم انت هتكفرني على المسا يا جدع، ما تسيبني في حالي انا مش ناقص. لا يا بيه والله انا مش قصدي، انا قصدي يعني ان سعادتك يعني والسلطه والهيلمان اللي انت فيه مخليك يعني مفكر ان انت تقدر تعمل كل حاجه لوحدك، يعني ما تعودتش تسيبها على ربنا. مشكلتك يا ابراهيم انت فاهم غلط، انا زي زيك بالظبط وعندي مشاكل كتير، وامي واختي اللي في البيت دول يعلم دلوقتي عاملين ايه من غيري. تعرف يا ابراهيم انا دخلت كليه الشرطه ازاي؟ ازاي يا بيه؟ انا عمري ما حد ساعدني ولا يقف في ظهري ولا عمل لي حاجه، انا عملت كل حاجه بنفسي. حتى ابويا الله يرحمه لما صمم ان ادخل كليه الشرطه قلت له ماشي،